تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سير العمل والاستعدادات التي تجري على قدم وساق لاستقبال الحدث العالمي معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي سينطلق صباح غد في مدينة المعارض في مطار آل مكتوم الدولي دبي جنوب. وقد زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موقع المعرض عصر اليوم، وتجول سموه في أروقة القاعة الرئيسية التي تضم بين جنوباتها منصات عرض للشركات العالمية المتخصصة في تقنيات صناعة الطيران المدني والعسكري، واطمأن سموه على التسهيلات اللوجستية التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة عموما ودبي خاصة من أجل راحة العارضين والزوار وضيوف المعرض الذين وفدوا إلى بلادنا من أنحاء العالم. واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولته التفقدية في القاعة الرئيسية والفضاء الخارجي للمعرض إلى شرح قدمه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم واللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي حول الإجراءات اللازمة والتجهيزات التي أنجزت لتوفير أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لجميع العارضين والزوار والوفود الرسمية التي يناهز عددها 160 وفدا رسميا يمثل دولا وحكومات شقيقة وصديقة إلى جانب مندوبي نحو 1300 شركة حكومية وخاصة من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا مشاركة في الحدث العالمي الذي بات من المعارض الثلاثة الأولى عالميا في عالم الطيران. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض وتطورات المتنامي الذي تشهده هذه التظاهرة العالمية، ما يؤكد ثقة المتزايدة التي تحظى بها دولتنا العزيزة على المستوى الدولي لجهة الإمكانات المتوفرة لدينا وأهمها طاقات بشرية وتسهيلات لوجستية وموقع جغرافي واتصالات ومواصلات ذات معايير ومواصفات عالمية، ناهيك عن عنصر الأمن والأمان الذي تنعم به دولتنا ومجتمعنا المتنوع الأعراق والثقافات. ورحب سموه بضيف الدولة وزار المعرض متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة ومفيدة لهم وللجهات التي يمثلونها. وأكد سموه في ختام جولته أن دولة الإمارات ستبقى بإذن الله وبجهود أبنائها وبناتها ملتقى حضاريا وإنسانيا وتجاريا لجميع دول وشعوب العالم، وأن دبي ستظل مدينة تنبض بالحب والحيوية والنشاط ما دامت لدينا قوة الإرادة لا إرادة القوة.